السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخي انا وماما. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم جبت لكم فيديو جديد بمناسبه عيد الاضحى. حليوه سهله ومهله، ما فيهاش شي حاجه كثيره، والوليدات ديالنا نفرحوهم. ها انتم تشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها. يلا تبعوا معايا الطريقه والمقادير، واللي اول مره يشوف القناه ما ينساش الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلوك على الجديد. وهادو هما المقادير. كنحتاج 6 ديال الكيسان ديال الفورس او الطحين من النوع الممتاز، وكنحتاج واحد ساشي ديال الفاني، كاس ديال السنيده بالعبارة ديال كاس العنبه، كاس ديال الزيت، 4 ديال البيضات بحراره المطبخ، الملحه، 2 معالق ديال الحليب غبره، وكنحتاج 2 معالق ديال النشا اولا مايزينا. اللي ما عندوش ماشي ضروري، كتبقى غير اختياري. وعندي 2 معالق ديال الكاكاو. اول حاجه كناخد كاس ديال مولينيكس حيت غنطحن هاد الحلوه في الكاس ديال مولينيكس. صافي كنبدا ناخد البيض هو الاول، كنضيفو في مولينيكس يكون بحراره المطبخ، كنزيد ندير واحد شويه ديال الملحه، وكنزيد نضيف سنيده. صافي وغادي نخلط كل شيء حتى يتغير لي اللون ديال البيض وكذلك سنيده الدوب. من بعد ما تخلط الكل هنا غادي نزيد نضيف هذاك الفاني وغادي نرجع نخلط. صافي من بعد ما خلطت هنا غادي نزيد نضيف هذاك الكاس ديال الزيت وغادي نعاود نخلط مزيان. هنا غناخد واحد الكسعة وغنضيف فيها هذاك الطحين وغادي نضيف عليها النواشف كامله. هاد الحلوه راه ما فيهاش الخميره حمراء نهائيا. غادي نضيف هذاك النشا اللي قلت لكم انا غير اختياري، وكنزيد نضيف عليها الحليب نيدو اولا الحليب المجفف. صافي وغنخلط كل شيء مزيان حتى يندمجوا ليا مع بعضياتهم. من بعد غادي ناخذ واحد جوج ديال الزليفات اللي غنخلط فيهم، اللي غنقسم فيهم عفوا هذاك الخليط السائل، ومن بعد غنبدا نضيف فيهم الخليط اولا الطحين تدريجيا. هنا ضفت نص الكميه، ونص الكميه غادي نعاود نضيفها في زلافه واحده اخرى. هنا انا درت غير هاد المول هذا، ضفت فيه نص الخليط اللي بقى ليا وصافي. وهنا غنبقى نبدا نزيد الطحين تدريجيا، ما غاديش نخلط بيديا، غنبدا نخلط غير بهاد السباتول هادي اولا بفوي، كتبقى على حسب يعني عينكم ميزانكم. في حاله انكم بغيتوا تخلطوا بيديكم فانتم عارفين الطريقه ديال الصابلي باش ما كيتجمعش لكم، ما تبقاوش تجمعوا اولا تلكوه باش هكذا ملي تكونوا كتلقوا في صابلي اولا تصايبوه ما كيتكملش من بعد الفران. انا غنبقى نبدا نخلط غير بهاد الطريقه هادي حتى تجمع ليا الصابلي ديالي او العجينه ديال الصابلي ديالي غير بهذه الطريقه. وهنا انتم تشوفوا تجمعت لي العجينه، كتجي رطبه ما كتجيش قاصحه نهائيا. وهنايا غادي نعاود نكب الخليط الثاني في هذا الطحين هذا اللي بقى ليا، وغادي نخلط بنفس الطريقه. انا قطعت البنات حيت كنصور غير بيد وحده، فما كنتحكمش نهائيا في الحاجه باش انني نخدمها غير بيد وحده. كنضطر نحط التليفون باش هكا نخدم بيديا بجوج، وحده نشد بها وحده غنحرك بها. غادي نبدا ندير بنفس الطريقه، غنبدا نخلط غير بالفوي، كتبقى ليا غير واحد شويه اللي كنعاود نجمعها غير بيديا وصافي. من بعد راني كنحطها.
صافي البنات، من بعد ما جمعتها نتوما تشوفوا كيفاش ولات، راه ولات العجينه ديالها رطبه وكذلك البيضه. غندهنها بشويه ديال الزيت وغندهن هذاك الاناء ولا الكاسه اللي غنحط فيها هذه العجينه ديالي بشويه ديال الزيت صافي. ومن بعد غنغطيها بواحد البلاستيك الغذائي اولا غير الميكه هاديه. بالنسبه انا هذه الطريقه اللي درت، فانا بقيت كناخذ كويره بكويره وكنطبع على القدر اللي بغيت. رشيت غير شويه ديال الطحين ماشي بزاف صافي، وديت كنطبع بهذا الطابع هذا اللي شفته. بالنسبه الى ما عندكمش الوقت ما ديروش نفس الطريقه اللي درت، فانا خدات لي الوقت بزاف، يعني بغيت نزرب باش ما تاخذش لي الوقت، فخدات لي الوقت اكثر من القياس. يمكن ليكم تطبعوا يعني تطلقوا بالدلاك، تاخذوا القياس اللي غادي ديروا لهاد الصابلي وتطلقوا بالدلاك ومن بعد تطبعوا وصافي. من بعد عاد ديروا هذوك الرجيلات واللؤلوجيه. ها نتوما تشوفوا البنات السمك ديالها كيكون مثلا غير واحد سنتيم ونص حتى لجوج، راكم عارفين نتوما صابلي خصو يكون شويه رقيق. بما انه هذه حلوه فماشي صابلي يعني باش كتلصق، فانا خليتها شويه غليظه. هنا خديت العجينه بيضه ودرتها بهذا الشكل هذا هكا على اساس انهم رجيلات. كنحاول انني نثبتهم، ما درتهمش كبارين باش ما يجيوش كبارين في العجينه، درتهم غير بهذا القياس هذا كيف ما كتشوفوا البنات صافي. مجرد تزين وصافي هكا غير باش كنفرحوا الوليدات ديالنا، خصوصا اللي عنده الوليدات وما كيبغيوش ياكلوهم. انا ولدي حيت صغير وما كيبغيش ياكل ليا، فهذه طريقه الصراحه خلاته كلا ليا، انه كيقول لي ماما باع كنقول لي يلاه كول كي ياكل يعني يعجبهم. يعني اي وحده عندها وليد ولا بنيته صغيره فهذه الطريقه تاكل ليها الحليوه ديال الدار حسن ما انها تاكل ليها داكشي ديال الزنق صافي. درت هذه الطريقه كيف ما كتشوفوا البنات، ودرت هكا لوجيه بهذه الطريقه. حاولت انني نثبت، في حاله الا ما بغاش تثبت لكم العجينه يمكن لكم ديروا واحد القطيره ديال الماء غير في الاسبوع ديالكم صافي، وتثبتوا بها هذوك الودينات والوجاه وكذلك الرجلين. هانتوما تشوفوا البنات كيفاش جا الشكل ديالها بحال هذوك الرسوم ديال تشوندي شيب بهذه الطريقه صافي. غادي نعاود نزيد ندير واحده اخرى كما قلت لكم، الا ما بغيتوش ديروا بنفس الطريقه هكا غير كويرات وتبداو تطلقوا شويه بالاصابع ديالكم وتطبعوا، فيمكن لكم ديروا غير الدلاك، تاخذوا القياس اللي بغيتوا ومن بعد تبداو تطبعوا صافي. غادي نبقى حتى نكمل الكل بنفس الطريقه بنفس التزيين. غادي ندير شي حاجه كحله وشي حاجه غادي نديرها بيضه بهذيك الطريقه اللي وريتكم صافي. البنات انا هنا كنوريكم القياس اولا السمك ديالها كيفاش داير. ها نتوما صافي. وبالنسبه للطابع فانا راه وريته لكم، تقدروا ديروا غير مدور، تقدروا انا عندي هذا اللي بحال شكل وريضه درت بهذه الطريقه هذه وصافي. كما قلت لكم البنات باش ما نطولش عليكم وما يكونش الفيديو ممل، فغادي نبقى حتى نكمل كل شيء بنفس الطريقه ومن بعد نرجع لكم. البنات انا حاولت نزرب باش هكذا تشوفوا الطريقه مزيان، راه كيجي سهله نتوما تشوفوا البنات صافي. غنبقى نكمل الكل وغنرجع لكم. هنا من بعد ما كملت كل شيء كيف ما كتشوفوا، شي حاجه درتها بالبيض وشي حاجه درتها بالكحل اولا بصابلي كحل كيف ما كتشوفوا. يمكن لكم ديروا الشكل اللي بغيتوا، يعني تقدروا ديروا غير بصابلي بيضاء، تقدروا ديروا بالكحل، فبكل الحالتين كيجي الشكل ديالهم غزال. غندخلهم الفرن درجه الحراره 160. غادي نشعل عليهم من التحت حتى يتحمروا اليوم، من بعد غادي نعاود نشعل عليهم الفوق، ياخذوا لي واحد اللوين غير ذهبي يعني ما يتحمروش بزاف صافي. ومن بعد غادي نرجع لكم ان شاء الله في الشكل النهائي.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا كيف ما كتشوفوا كيجي غزال، وانا متاكده اذا جربتوه كلاوه الوليدات ديالكم اولا غير يشوفوا الوليدات ديالكم فغادي يوليو دائما يطلبوكم عليهم. وماشي شي حاجه ما فيش الزبده البنات اللي غادي نبغيو نعكزو عليه، بالعكس نفرحوا الوليدات ديالنا بابسط حاجه، فهاد الشيء راه كيفرحوا الوليدات. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، واللي اول مره يشوف القناه ما ينساش الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلو كل جديد. ما تنسونيش من التعاليق ديالكم لانه كيهموني وكيحفزوني وكيخلوني دائما نحط الجديد، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.